ازيكم عاملين ايه؟ درس النهاردة درس خفيف ولذيذ وصغير بس مهم جدا جدا جدا. هرجع لكم اقول لكم كل التفاصيل، بس ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. رجعت لكم تاني. من الحاجات المهمة جدا اللي كنت كتير سألني عنها هي تعبيرات البورتريه، وازاي بتفرق وازاي نقدر نعملها، سواء شخص زعلان، شخص غضبان، شخص بيضحك، شخص بيعيط، تعبيرات الحزن، كل الحاجات دي هنبدأ نعرفها مع بعض. احنا خلاص خلصنا النسب البورتريه كلها، خدنا زوايا الملامح المختلفة، خدنا ازاي نظللها صح. هناخد بقى درس مهم، هو زي ما قلت لكم صغير لكن مهم جدا ولازم تعرفوه بحيث ان انتوا تقدروا ترسموا اي بورتريه قبلكم. على سبيل المثال مثلا العين اللي قدامنا دلوقتي، هما الحاجب اترفع شويه، طبعا الحاجب الجفن اللي فوق في العين وسع زي ما يكون مبرقه، فبالتالي النني نزل لتحت وبدا ان هو يبان جزء من الابيض من فوق شويه. هنا ممكن يبقى رعب او خوف. بصوا تجاعيد الوش ازاي ظهرت فوق الحواجب، الحاجب نفسه، زاوية رسم الحاجب دي بتفرق قوي، الخيوط الرفيعة اللي حوالين العين تفرق جدا في تعبيرات الوش. هنا ممكن يبقى تنمر او استغراب، رفع حاجب وحاجب لأ، طبعا مدام الحاجب اترفع فالعين كمان بترفع معاه شوية. طبعا هتقولولي احنا خدنا في البداية ان احنا لازم نرسم خطين ونبدأ نرسم في وسطهم العيون بحيث ان ما يبقاش في عين اكبر من عين ولا عين اصغر من عين ونقدر نظبطها. تمام، ده كلام صحيح، ده لو الوش او البورتريه مفيش عليه اي رياكشن او اي تعبير ظاهر، لكن طبعا لكل قاعدة جواز. احنا لازم نتعلم الصح الاول والاساسيات الاول، بعد كده ان احنا نبدأ ناخد الرياكشنات المختلفة او التعبيرات المختلفة. طالما خلاص احنا فهمنا الاساس بتاعنا، هنبدا بنعمل الاساس ونبدا ان احنا نغير حسب التعبير اللي احنا عايزين نعمله. لازم تبقوا عارفين ان اي تغيير في العين او الحاجب دايما بيتبعه تغيير في حاجات تانية. يعني زي ما قلت لكم من شويه ان احنا لما بدانا رفعنا حاجب فبالتالي الجفن بتاع العين اترفع معانا، فتغيرت النني مثلا بتاع العين كان المفروض بيبقى متغطي بالجفن اللي فوق، فلا ده اترفع اكتر وبقى ايه مش متغطي. هنا ممكن الرياكشن طبعا يبقى عين عادية جدا وعين واحدة هي اللي فيها التعبير او هي اللي مبينة التعبير عندنا. هعمل لكم درس برضو جديد ان شاء الله، يبقى عندي بس وقت، ازاي نظبط العينين زي بعض ده من غير اي رياكشن، بس ازاي نظبطها زي بعض، عشان برضو ناس بعتولي كتير ان عندهم مشكلة في ان هم يرسموا العيون العينين الاتنين زي بعض، دايما بتطلع واحدة شكل وواحدة شكل. فهقول لكم ايه التريكات او الحاجات اللي نقدر نخلي بالنا منها بحيث ان العينين تطلع معانا مظبوطين وفي مكانهم صح والاتنين شبه بعض بالظبط من غير اي مشكلة. الصورة دي مثلا حد مكشر او غضبان او متضايق او متعصب، فبصوا التجاعيد اللي ما بين الحواجب ظهرت ازاي، والخطوط الرفيعة اللي فوق الحاجب بدأت تظهر معانا، زاوية رسم العين نفسها بتفرق. دي طبعا عيون عادية ما فيش فيها اي تعبير غير نظرة عادية، وعشان تشوفوا الفرق ما بينها وبين الرياكشنات اللي بنعملها او التعبيرات المختلفة اللي بنعملها. برضو من الحاجات المهمة قوي في تعبيرات البورتريه او العيون بالذات اتجاه نظرة النني نفسه او حركته. احنا دايما بنعمل النني بتاعنا يكون في وسط العين مكان محدد، لمع في نفس الاتجاه في الناحيتين. لا هنا مثلا النني لما بنحركه لا النظرة بتختلف تماما، مش في العين دي، يعني العين مثلا اللي قبلها او في عيون جاية النني مثلا بيبص ناحية اليمين بيبص ناحية الشمال، الزوايا دي بتفرق برضو جدا في النظرة وبتفرق في التعبير اللي بتديه الوش.
كمان كنا اتكلمنا قبل كده عن اشكال العيون. طبعا الملامح بين الاشخاص بتبقى مختلفه، كل شخص بيبقى ليه شكل، زي ما خدنا العيون الاسيويه وازاي ان الجفن مثلا اللي فوق بيبقى نازل او مسحوب على ضيق لتحت، فده برضو اختلاف. هنا هو مثلا رافع حاجب ومنزل حاجب، بس شعر الحاجب نفسه بصوا اختلف ازاي، الجفن ازاي غطى العين، ده مثلا رياكشن. لكن غير الرياكشنات بقى اللي انا بكلمكم عليها، لا في اشكال عيون هي نفسها مختلفه من غير ما تعمل تعبير وش، هي نفسها مختلفه زي عيون الصينيين واليابانيين، لما بنشوفهم بنميزهم على طول او بنقول ان دول من دول شرق اسيا، لان بيتميزوا بالعيون المسحوبه او اللي هو الجفن اللي فوق نازل ايه مسحوب لتحت. ده برضو من الحاجات اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها، ان كل بني ادم ليه شكل او ليه ملامح شكلها مختلف عن التاني، فاحنا بنركز قوي قوي في اتجاه الخطوط بتاعت العين او بتاعت الملامح عموما. لازم نشوف الاتجاه بتاع الخطوط عامل ازاي. تقدروا تعتبروا الفيديو ده ان هو تغذية بصرية. اللي مش عارف يعني ايه تغذية بصرية هقول لكم كده عليها باختصار. التغذية البصرية ان احنا بنبدأ ان احنا نغذي عينينا او الذاكرة عندنا بحاجات تفيدنا بعد كده احنا بنرسم، زي مثلا اللي بيروح يتفرج على معارض فنية ويتفرج على لوحات فنانين عالميين او مصريين او من اي دولة، بيبدأ ان هو يتفرج ويشوف ده مرسوم ازاي، ازاي ملون، ازاي مظلل، ازاي عامل الاضاءة، ازاي مستخدم الالوان او الفحم او الرصاص ايا كان الخامة، بيبدأ ان هو شاف كل الكلام ده. محدش بقى يجي يقول ان ده ما اثرش، لا بالعكس بيأثر جدا 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 في مستواه. لازم نتفرج كتير ولازم نبدأ نحلل الحاجات حتى واحنا ماشيين في الشارع، احنا بنبص على البيوت عاملة ازاي، بنبص على الشجر، بنبص على الزرع، بنبص على الجناين، كل ده اسمه تغذية بصرية. احنا بنغذي عينينا وبنغذي الذاكرة عندنا بحيث ان احنا نقدر نسترجعها في اي وقت محتاجينها، ونبدأ ان احنا نرسمها او ان احنا سهل بالنسبة لنا ان احنا نحلل الشكل اللي قدامنا ونرسم عليه. واي حاجة هتقف قدامنا هنبدأ ان احنا نحللها الاشكال الهندسية زي ما بنعمل دايما، خطوط بخط خفيف بالرصاص من غير اي منتقل ايدينا يعني عشان هنمسحها، ونبدأ ان احنا نحلل الاشكال بتاعتنا لشكل هندسي، وبعد كده نبدأ نحط التفاصيل ونحط الخطوط الرئيسية بتاعتنا، بعد كده نبدأ مرحلة ان احنا نمسح كل الزيادة ونبدأ ان احنا نظلل او نلون. طيب في رسم العين بقى احنا برضو عايزاكم تركزوا على اتجاه الرموش، لان اغلبكم في الكورس بيغلط فيها او بيستعجل او عايز اقول بيألف اوقات، فلا احنا ناخد بالنا كويس قوي هي مرسومة ازاي واتجاهها ازاي، لان مع كل رياكشن او مع كل تعبير للعين الرموش كمان شكلها بيتغير، زي برضو اتجاهات العين لما خدنا في اتجاه امامي وجانبي وتلات ارباع، كل اتجاه بيتغير شكل العين فيه، ومعاها بيتغير شكل الرموش لان الجفن بيتحرك، فبالتالي اتجاه الرموش بيتغير معانا. يبقى عندنا هنخلي بالنا من الحواجب، شكل شعر الحواجب، الجفون، اي خط سواء طالع او نازل من العين حسب التعبير او الرياكشن اللي احنا عايزين نعمله، كمان الرموش، واذا كانت بقى دي رموش قصيره، رموش طويله، رموش تقيله، رموش خفيفه، ده كمان بالاضافه لشكلها. عين مثلا راجل، عين ست، عين طفل، ده برضو بيفرق في الرسم. هناخد برضو ان شاء الله هبدأ ان انا اعمل لكم كده سكتشات سريعة، لو في مثلا تعبير معين من اللي انا عملتهم دول وقف معاكم وانتوا بترسموا، فابدأوا ابعتولي ان انا اعمله لكم كفيديو مش صور، اعمله لكم فيديو جديد باذن الله، بس انا عايزاكم تبدأوا تحاولوا. المطلوب بقى مننا في الدرس ده دلوقتي احنا عندنا تعبيرات مختلفة للعيون، اتجاهات مختلفة، اشكال مختلفة كتير جدا جدا جدا، اللي انا محتاجة منكم
هتختاروا من الرسومات دي او من الصور دي 15 شكل وتبدأوا ان انتوا ترسموه. مش عايزة تظليل مبدأ يعني حاليا، مش محتاجة منكم تظليل اكتر من اني اشوف عاملين الرياكشن بتاع العين ازاي. خلاص يبقى هنعمل 15 شكل كاسكتشات او ان احنا، بس طبعا لازم نراعي كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها قبل كده، يعني ما فيش درس بيلغي اللي قبله، دايما كل حاجة مبنية على اللي قبلها. فبرضو هنخلي بالنا زي ما اتفقنا الحواجب اتجاه الرموش اتجاه الجفن النني نظرة العين كل ده. وهحتاج منكم رياكشن واحد بس تعملوه بالتظليل، يعني تختاروا واحد من اللي متظللين فعلا وتبدأوا ان انتوا تعملوه وتحاولوا فيه معاكم وقتكم كله. طبعا الصور هتنزل بقى تحت الدرس على الفيسبوك ومستنية تطبيقاتكم، ويا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم ويفرق معاكم في مستواكم. وزي ما بنتفق دايما اتفرجوا على الفيديو للآخر، وطبعا انا قلت لكم ان هو ده تغذية بصرية، اتفرجوا عليه بعد كده ابدأوا ارجعوا من الاول واتفرجوا وقرروا هتبدأوا ترسموا انهي عيون وتمرنوا عليها وسكتشات كتير. والعين بقى اللي هتظللوها دي اللي هتبدأوا ان انتوا تدرسوا تفاصيلها اكتر والظل والنور فيها، وطبقوا كل الفيديوهات اللي احنا عملناها على تظليل العين قبل كده، وممكن ترجعوا لها تاني لو حابين. وزي ما قلت لكم لو في رياكشن معين حابين ان انتوا ان انا اعمله لكم كفيديو، خدوا سكرين شوت وبعتهولي تحت الفيديو على القناة او على الفيسبوك، مفيش اي مشكلة هعمله لكم باذن الله الوقت، بس يبقى سامح معايا. وما تنسوش بقى اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير الفيديو، اكتبوا لي رايكم بالفيديو في الكومنتات لان ده فعلا بيفرق معايا ودايما بيساعدني. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية كتير قريب، استنوها. اشوفكم على خير.